ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج السرطان في موضوع مهم جدا جدا، ازاي توصل للحاجه اللي انت عايزها، ازاي ان انت يبقى عندك هدف معين او عندك حاجه قويه انت عايز تعملها او عايز تحقق حاجه في خلال شهر اغسطس لعام 2021، ازاي ان انت تقدر توصل لده. انت مبدئيا في بالك حاجات كتير عايز توصل لها، وعايز ان انت من اهم الحاجات ان انت يبقى عندك بال هادي وبال مرتاح، لكن في خطوات اكيد عشان توصل للي انت عايزه لازم ان انت تعملها وتاخد بالك منها، اللي هي اول حاجه ان انت لازم تبعد كتير عن الكلام السلبي وتبعد عن الطاقه السلبيه، بمعنى ان في اشخاص كتير بيتكلموا معاك بطريقه اللي هو انت ليه كده، انت هتفشل، انت هتقع، لا مش عارف ايه، فلان بيحبك او عشان كذا كذا، فلان ده بيكرهك جدا، فلان مش عارف ايه، الشخص ده لا سلبي جدا، الشخص ده مش عارف ايه، ده انا حياتي بايظه وخانقه ومقرفه ودنيا بايظه، وفاهمين الطاقه السلبيه اللي هي ايه؟ فخلي بالك كتير من شخص بيدي لك طاقه سلبيه، من الشخص اللي مش على طول مثلا، يعني في ناس تقول لك الحمد لله والدنيا احسن وهتبقى افضل وخليك تفائل وخليك مبسوط وخليك مش عارف ايه، ده الناس اللي بقى معاها. ليه؟ لان انت بتتاثر بسرعه البرق، انت بتتاثر جدا جدا سواء بالكلام الايجابي او بالكلام السلبي. طب ليه انا اكون مع الشخص اللي بيكلمني كلام سلبي؟ ليه اكون مع الشخص اللي دايما بيخوفني او دايما يقلقني او دايما يخليني محبط من الحياه وبيخليني ان انا يائس؟ يعني انت ده انت عندك ناس عايزين لطش. المهم يعني فيا برج السرطان انت عندك ده جدا، فلازم تكون حريص كتير على انك تبعد عن الناس السلبيين وتبعد عن طاقتهم السلبية. بس لا، اسمع النقطة دي، انت كمان عندك تأثير من الكلام اللي انت خدته ومن المواقف اللي انت حصلت لك الفترة اللي فاتت، فانت لازم تكون حذر من ان انت تشحن نفسك انت ذاتك بطاقة سلبية، بمعنى ان انت تيجي تقول لا اصل بكرة مش هيبقى حلو، اصل انا قلقان، اصل انا خايف، اصل هتفضل قلقان وتفضل خايف يا برج السرطان صدقني ما هتعمل حاجه، وصدقني اكتر ان انت هتفشل في امور كتير. انا صريحه كتير، حتى انا مع نفسي صريحه، يعني ببقى عارفين انا بقول الكلام ده لنفسي لما بلاقي مثلا ان انا محبطه في حاجه صغيره، فاقول خليكي كده لحد ما هتقعي عشان اسعى اكتر، فبحاول ان انا اطلع اي طاقه سلبيه موجوده جوايا، ما بحبش اصلا الطاقه السلبيه والجو ده، بحب انصح نفسي لو انا شايفه ان في موضوع انصح نفسي، لكن لو حاجه فيها طاقه سلبيه ليه يعني؟ ليه يعني؟ مش محتاجه يعني. فبرج السرطان ابعد انت عن مشاكلك وخلافات وكل الحاجات القديمه، اكيد يعني لو انت تفائلت بالله خير اهو كله في ايد ربنا، يعني ارمي حمولك على ربنا بس عليك ان انت تسعى، فابعد عن الطاقه السلبيه والناس السلبيه. طيب الحاجه اللي بعد كده هي نقطه الغيره، نقطه الغيره والشك. انت عندك دايما غيرة على الحبيب او دايما على الشريك، في غيرة، في شك. خلي بالك كتير ان الغيرة والشك دي بتعمل خلافات اصلا، وبتخلي الشريك طاقته العاطفية تقل من ناحيتك، وكتر ما انت تقعد تقول هو ليه بيقول كده، او نفتش في الموبايل مش عارفة ايه، او نعمل ايه، او نراقب بعضنا، كل الحاجات دي بتكون سلبية جدا. الموضوع ده على فكرة ليه الناس اللي هم ممكن يكونوا في الامور العاطفية بعيد عن بعض، من ان احنا ما بنتكلمش مع بعض. برج السرطان على فكرة لما حد او الشريك او الحبيب لما يكون مديله وقت وبيتكلم معاه وصريحين مع بعض، عمره ما بيكون عنده الغيرة والشك، لكن الشك والغيرة بيبقى ليها اسباب وليها اكتر انت مرتبط ببرج مين، فاهماني؟ فانت عندك ده قوي. فبرج السرطان ماشي، يعني نوافقك ان انت عندك غيره، بس ما بلاش ان انا ابينها، خليني اقرب للشريك اكتر، وما بلاش ان انا اوصلها لطريقه شك، وما بلاش ان انا اقعد اقول للشريك انت بتعمل، انت بتسوي، انت بتخوني، انت هتغدر بيا، اصل انا مش مطمنه لك، اصل انا مش عارفه ايه، كل ده احنا بنجيب لنفسنا الهم يعني. فعشان اوصل للبال الرايق عليا اني انا ابعد عن الغيره اللي بتوصلني للشك. مش هقول لكم ان احنا نبعد عن الغيره، الغيره احيانا بتكون حلوه كتير، بس لما بتبقى زايده عن حدها بتبقى قد ايه امر سلبي، لما بتوصل لشك بتبقى امر سلبي اكتر، فلازم نكون حذرين يا برج السرطان من النقطه دي. برج السرطان خلي بالك كتير من ان انت عايز تمسك في حاجه معينه، عايز توصل لحاجه معينه، حاول دايما ان انت عشان تبقى حاطط في بالك عايز اوصل لطريق معين، لا خليني ابقى عندي عدة طرق، يعني ما بلاش يبقى انا يعني رابط نفسي على طريق معين، رابط نفسي على مش هعرف اوصل للمنطقة دي الا بالطريق ده، ليه يعني؟
ليه؟ ده احنا ما عندناش اكتر من الطرق، فحاول على قد ما تقدر ان يعني كمجازا. فعندنا اللي هو انت خلي اعمل كذا طريق لنفسك، اعمل كذا حلم لنفسك، حاول دايما ان انت في بداية حتى شغلك مثلا، يعني لو شغل اشتغل في مجال ومجال، او ادرس حاجة واشتغل في حاجة، شوف انت هتلاقي نفسك فين، انت هتحب ايه، جرب انواع كتير مثلا من الشغل لحد ما تجرب، لحد ما تلاقي نفسك في مكان معين. حاول على قد ما تقدر يا برج السرطان ان انت تاخد كورسات كتير، انك تنمي نفسك اكتر. انت عقلية او انت عقلية، بسم الله ما شاء الله، يعني برج السرطان من الناس اللي عقليتهم مميزة جدا، بس محتاجين ان هم يتشعبوا اكتر في الامور الحياتية، ويتعلموا اكتر ويتثقفوا اكتر فاكتر فاكتر، من حيث بقى كورسات، ومن حيث ان الشغل بيعلم والحاجات اللي زي كده. فاذا عملنا ده فاحنا اكتسبنا خبره واكتسبنا قوه تخلينا ان احنا نعرف نتعامل مع المواقف، ونعرف كمان يعني نبقى نوصل لبال رايق. فعندنا حاجات كتير فعلا يا برج السرطان تخلينا ان احنا نوصل للي احنا عايزينه، بس علينا ان احنا نفكر كويس ونحسبها صح. طيب برضو حاجة تانية عشان توصل للي انت عايزه، مبدئيا لما بتبقى انت شخص مهتم قوي بنفسك، او مهتم بشكلك وستايلك ولبسك والكلام ده، بيكون عندك اجواء كتير مهمة ليها علاقة بان انت عايز تتغير، او عايز تنجح، او عايز توصل، او عايز تحقق، او عايز يبقى بالك رايق كده ومبسوط بنفسك. يعني الشكل او ان انت تبقى مبسوط، مش هقولك انك تبقى مهتم بنفسك تبقى مبسوط بنفسك، يعني تبقى شايف نفسك حلو، شايف نفسك واو، مليانه، او مش عارفه ايه، لا اخس عاجبني كده تمام، لا اظبط مش عارفه ايه، لا انا عايز. فنحاول نغير من نفسنا بالشكل اللي احنا نحبه لنفسنا. لما انت شخص مثلا، في ناس بتليق كتير في الالوان الغامقه، وفي ناس كتير بتليق في الالوان الفاتحه، فليه ما البسي الحاجه اللي تليق عليا؟ طبعا انا من انصار الالوان الفاتحه جدا جدا، لان بحس ان هي مبهجه اكتر يعني. بحب الالوان المبهجه والحياه المبهجه. برج السرطان على فكره برضو بيحب البهجه كتير، وبيحب الالوان المبهجه كتير جدا، بس في نفس الوقت بيبقى في بعض الاذواق. ولكن انا ليه ما اعملش ذوق يخليني، او اكون بمشي ورا ذوق اللي يخليني اكون مبسوط من نفسي، اللي بيخليني ان انا ابقى سعيد او بالي مرتاح، شيء مراضي بحالي جدا. فده انت محتاجه كتير يا برج السرطان. برج السرطان انت بالنسبه لك محتاج ان انت تهتم بالعائله، ومحتاج انك تهتم بالمنزل بتاعك، بمعنى محتاج كتير انك تقرب من الشريك، محتاج كتير انك تقرب من اولادك، محتاج كتير انك تقرب من الاب والام. ليه؟ لانك مفتقدهم، لانك حاسس انك وحيد من غيرهم، لان انت عندك في حد بيقومك ضدهم، لان انت شايف بعض الامور اللي انت شويه بتزرع في نفسك طاقه سلبيه تجاههم. فليه انا ابقى بشيل نفسي منهم؟ انت محتاج تقرب منهم. ليه ما اقربش؟ ليه ما اقولهمش انا محتاجكم؟ ليه ما اقولهمش تواصلوا معايا؟ ليه ما اروحش ازورهم وهم يزوروني؟ حاول يبقى في عندك كسب ود، كسب العائله بتاعتك في صفك. حاول دايما تتواصل مع الاهل، لان انت بعيد عنهم وهم بيقولوا عليك انك بعيد، وهم شايفين ان انت مقصر معاهم جدا على فكره. واقرب المقربين ليك، يعني اقرب العيله بتاعتك، يعني اولاد او الاب والام، واخدين بالنا؟ فخلي بالكم كتير ان احنا محتاجين، او الاخوات، فاحنا محتاجين كتير نعمل لم شمل، محتاجين كتير ان احنا نقرب. انت شخصك محتاج ان انت تتواصل معاهم جدا، لان انت حاسس بقوتك معاهم. فحاول على قد ما تقدر يا برج السرطان انك انت تقوى بيهم، تقرب من العيله بتاعتك واسرتك. طيب برضو في حاجه تانية يا برج السرطان انت لازم تعملها كتير. انت عندك في ناس بتنصحك، وفي ناس بتقومك، معروف انت جدا بالنسبه لك النقطه دي، بس انت بقى روحانياتك هنا اللي بتغير الامر شويه. انت شخص روحاني جدا، فانا ليه ما اشغلش روحانياتي بان انا اعرف مين الشخص ده؟ هو بيقومني ولا بيحبني؟ هو بينصحني ولا هو بيضرني؟ فحاول دايما ان انت تعرف كويس. انت تقدر تعرف برج السرطان روحاني لدرجه انه يعرف الانسان ده كويس ولا لا. طب ما عليا ان انا اعرفه بقى، يبقى احدد الشخص اللي بيقومني. مش عايز اعرفك تاني. الشخص اللي بيقومني او يضرني، يا عم ما تروح في داهيه. فحاول دايما تركنه على جنب. اما الشخص اللي بينصحك اسمع منه. الشخص ده ممكن يكون هو اللي محتاج منك حاجه، ولا يزود ولا ينقص، بس في نفس الوقت بينصحك لوجه الله، يا اما هو عشان بيحبك.
فحاول دايما يا برج السرطان ان انت ما تاخدش عاطل في باطل، حاول على قد ما تقدر ان انت لما تبقى عارف ان في شخص بيحبك حاول على قد ما تقدر انك تسمع منه، اديله فرصه انه يحكي معاك، ادي فرصه لنفسك انك تسمع منه. احيانا انت بتتخذ قرارات خاطئه بناء على عاطفتك، فخلي بالك كتير ان مش كل حاجه بتمشي باحساس او مش بتمشي بعاطفه، واصله صعبان عليا، اصل انا بحبه، اصل هو مش عارفه ايه. يا جماعه يعني انا عارفه كويس كتير برج، انا يعني انا من تمكني بصراحه في موضوع الابراج، انا بالنسبه لي عاشقه الابراج كتير يعني، وبعشق شغلي جدا، بعشق حياتي جدا، فاهمه كويس قوي طبيعه كل برج. فانت عاطفي زياده، انت ممكن تسامح حد ظلمك عشان انت بتحبه، انت ممكن تسامح حد غدر بيك عشان انت بتحبه، اللي هو ازاي؟ فخلي بالك كتير من لا اسمع نصايح الاخرين، فكر في النصيحه، ادي لنفسك فرصه وبعدين قرر. مش هقول لك انك تسمع نصيحه وتطبقها، بس انت بتندم على افعالك فيما بعد، بتدي فرصه وتسامح عشان عاطفتك وبعد كده ايه؟ فخلي بالكم كتير. وعامة ده كان موضوع مهم جدا جدا، بتمنى ان يكون فاتكم، بشكركم كتير، ما تنسوش اللايك والشير واشتراك القناه وتفعيل الجرس. سلام.